السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع. معنا في مقطع جديد بعنوان تجهيز القادة. طيب، قبل لا أبدأ المقطع هذا، استعنت فيه بتصاميم يوتيوبر أجنبي اسمه ليجند روني، وأيضا بخبرة لاعب عربي من خيرة اللاعبين العرب اسمه سوبر بيدا، وهذا هو البروفايل حقه، ما شاء الله تبارك الله، موجود معنا في الديسكورد وما يقصر بالإجابات على الأسئلة. وأيضا الأجانب يستعينون بخبرة هذا اللاعب لأنه ما شاء الله ذكي ومتفوق جدا في اللعبة. نبدأ الآن نشوف إيش عندنا في مقطع اليوم. هذه هي فقرات المقطع لليوم. قبل لا أبدأ، هذا المقطع ما كان في المخطط نهائيا، والمفروض أننا خلاص قربنا نخلص السلسلة ونقفل عليها، لكن بسبب ان في ناس قالوا ما فهمنا او انك ما شرحت شجرة المواهب، رغم اني حطيت رابط في الوصف للديسكورد بحيث انك تنضم وتشوف التصاميم بنفسك، ونهاية المقطع هذا راح اوريك وين تلقى التصاميم، لان في ناس قالوا يا اخي دخلنا وما لقينا التصاميم وما نعرف ما نعرف نستخدم هذا البرنامج او التطبيق. اوكي، في نهاية المقطع راح تفهم الموضوع بشكل كامل. خلونا نبدأ الان ونقول بسم الله. نبدأ الآن مع المزارعين. قلنا عندنا 6 قادة من المزارعين اللي هم شغلتهم بس يجمعون لك الموارد، فهمت؟ ترفع مستواهم إلى 37 فقط. ليه؟ بحيث أنك في مسار الجمع في شجرة المواهب تصل إلى أهم نقطة لكل قائد عنده ميزة جمع الموارد. طيب، في من القادة هذول أقدر أستخدمه في الحرب أو مع القادة اللي يحاربون؟ نعم، جوان أوف آرك فقط. أقرأ مهاراتها وراح تفهم ليش. طبعا هذه تعتبر من القادة اللي يدعمون الأصدقاء معك بالتحالف، بحيث أن اللي يقاتلون حولك وانت مستخدم معك جوان أوف آرك قائد ثاني يستفيدون من مثلا لو واحد طالع بالرماه يستفيد مثلا من الهجوم. أنا والله ناسي وش المهارات، لكن انت أرجع وقرأ راح تفهم فكرة جوان أوف آرك أثناء المعركة. ننتقل الآن إلى القسم الثاني اللي هي البربر وقلاع البربر. قلنا أي أحد عنده حفظ السلام فهو المناسب لهم. طيب، خلونا نستعرض القادة المناسبين للبربر. هذول هم من الأساطير مينا، تساو تساو وثلفلدا. أما من الملحميين عندنا بوديكا، بيلاساريوس ولوهار. أنا سويت لك جدول هنا، قسمت لك 3 أقسام، بحيث القسم الأول يكون عن رفع مستوى القادة، والقسم الثاني عن قتال البربر، أما الثالث والأخير عن قلاع البربر. بتسأل هنا سؤال تقول يا أخي هل في فرق بين البربر نفسهم وقلاع البربر؟ نعم، في فرق، وراح تفهم الآن معي هذا الفرق. طيب، خلونا نشوف القسم الأول. عندنا هنا لوهار، بوديكا، ثلفلدا. لو ترجع للمهارات حقتهم راح تشوف أن عندهم مهارة رفع مستوى القادة. طيب، قتال البربر عندنا هذول كلهم ينفعون، لكن في مسارين تقدر توقف في الشجرة الأولى إلى هنا بس، يعني هذا اللي مطلوب منك فقط، وإذا حبيت أنك تروح قدام ما هي مشكلة، هذا شيء راجع لك، قرارك أنت، ما حد يقدر يقول لك لا وقف هنا وروح من هناك، هذا راجع لك بالكامل ولطريقة لعبك. طيب، لو تلاحظ هنا في قلاع البربر أني حطيت بوريكا ومينا، تسأل تقول يا أخي ليش طيب مو لوهار، ليش ما هو تساو تساو؟ لاحظ هذه الشجرة أول شيء المناسبة لقلاع البربر، هذا المسار. لو تلاحظ القاسم المشترك بين مينا وبوديكا هي شجرة المهارة، لأنها أقوى شجرة في اللعبة، وأنت تحتاج هذا الشيء ضد قلاع البربر بحيث أنك تنهيها بسرعة ومع السلامة. فمن الأساطير مينا ومن الملحميين بوديكا، وراح أجيها الحين وأفصل فيها أكثر. قلنا عندنا في 3 من القادة يرفعون مستوى القادة اللي معهم. طيب، خلينا نوقف ثلفلدا على جنب بسبب مهارتها الثالثة اللي هي خلاصتها في رفع مستوى القادة.
نركز اولا على لوهار، لوهار لانه يرفع مستوى القادة بنسبة 70%. اما بوديكا تأتي بعد لوهار، راجع المهارات وراح تعرف ليش. هذا بالنسبة لقادة اللي عندهم مهارة رفع المستوى. طيب خلينا نشوف قلاع البربر. احنا قلنا مين؟ قلنا مينا وبوديكا. مينا من الأساطير وبوديكا من الملحميين. طيب أفضل ثنائي للأساطير، وهذا شيء ما يختلف عليه اثنين أبدا، اللي هو تساو تساو و... أو عفوا مينا مع تساو تساو. طيب أنا والله ما عندي يا أخي الأساطير هذولي. أوكي هنا تروح البوديكا ثم تختار معها مثلا عثمان الأول، بيبرز، على حسب الجيش اللي انت تروح معاه تختار القائد. تمام، تبغى فرسان روح بيبرز، تبغى مثلا رماه تروح هيرمان او عثمان الاول، هذا شيء راجع لك. ميزة بوديكا انها مرنة، يعني كيف مرنة؟ يعني عادي تقود اي جيش. تمام، اهم شيء القائد الثاني يدعم هذا الجيش وبس. نأتي الآن لقادة الدفاع عن المدن، عن حصن التحالف، عن الأعلام، عن المعابر. ممتاز، خلونا نشوف الأساطير منهم. عندنا هنا ريتشارد مارتل ويي سونغ. أما من جانب الملحميين عندنا سانتسو وموندوك، هيرمان كوسونوكي. طبعا في البداية أنت مستحيل ترفع مهارات الأساطير، راح تحتاج وقت، فبيكون تركيزك مبدئيا على الملحميين. خلونا نمسك أول واحد اللي هو صن، وخلونا نشوف الجدول. عندي هنا أنا قسمت قسمين بحيث يكون هنا قائد للمدينة، وهنا تصميم يناسبه كقائد الحصن أو العلم أو المعبر. هل تفرق؟ نعم تفرق، وراح تشوف الآن الفرق وليش. في المدينة ينصح بهذا التصميم، هذا المتداول والمتعارف عليه، يعني هذه خاصين منها. لكن إذا كان قائد الحصن أو العلم أو المعبر ينصح بهذا التصميم بحيث أنه يسبب أضرار عالية للخصم، وبحيث أنه أصلا ما في أبراج في المباني هذه، يعني نفس اللي بالمدينة، فيكون الاتجاه على والتركيز على في حالة صن طبعا أنه يسبب أضرار عالية للخصم، ويفضل أن يكون المكان ممتلئ بالمشاة 100%. طبعا مو معناه إذا ما فيه، إذا فيه فرسان يعني ورماة داخل المكان اللي تبغى تدافع عنه إنه خلاص ما يصلح، لا لا يصلح، لكن هو يقول لك الأفضل. فهمت الفكرة؟ طيب في حالة موندوك، موندوك ما يصلح أبدا، يعني هذه وجهة نظر، ما يصلح أبدا للحصن أو العلم أو المعبر، لكن يصلح للمدينة بهذا الشكل. ممتاز. طيب ريتشارد ومارتن عندهم نفس الأشجار يتشاركون فيها، فأي تصميم تشوف الواحد منهم ينطبق على الثاني مباشرة. طيب هنا عندنا تصميم لبيدا، الله يعطيه العافية، هذا هو صمم لنا تصميم للحامية، بحيث أنه شجرة الدفاع هي أقوى مسار إذا كنت تبغى تدافع عن شيء، عن مكان يعني، فينصح بهذه، وتنفع بعد إذا بتدافع عن حصن أو علم أو معبر، ويفضل أن يكون المكان الذي تريد الدفاع عنه ممتلئ بالمشاة 100%. وهذه مجربة ونافعة جدا جدا جدا. طيب في تصميم ثاني له يقول لك إذا كان في أكثر من جيش يهاجم المدينة روح المسار هذا. تمام، بيكون شكل التصميم يختلف الآن ويكون بهذا الشكل. هذه كلها من تصميم بيدا الله يعطيه العافية. طيب في حالة الرماة، إذا كان اختياري شو اسمه للي بيدافع عن المدينة أو أي مكان خارج المدينة من الرماة، طبعا الرماه كلهم عندهم نفس الاشجار اللي هي المهاره والرماه، مسار الرماه. اذا بنروح من اذا بختارهم كقائد للمدينه راح يكون بهذا الشكل،
وإذا كان حصن أو علم أو معبر راح يكون هذا هو الشكل، تمام؟ وضروري جدا أن يكون ممتلئ بالرماة. ممتاز. طيب، في تصميم ثاني للمدينة بحيث أنه يي سونغ يسبب أضرار عالية جدا للخصم. هذه أنصح بها لي سونغ، يعني ما أنصح فيها بأي واحد ثاني غير يي سونغ. طبعا هذه تسبب أضرار عالية بحيث أنه هو أصلا من القادة اللي يعني يضربون أكثر من خصم في وقت واحد. بالإنجليزي اسمها Area of Effect، يعني أقدر أني أسبب ضرر لأكثر من خصم حول المدينة، تمام؟ نفس الكلام ينطبق على سان تزو، هو عنده نفس الموهبة هذه، يسبب أضرار لأكثر من خصم في وقت واحد. طيب، ثنائيات. طيب، من اسمها ثنائيات يعني أفضل ثنائي دفاعي، تمام؟ طيب، الأفضل من الأساطير اللي هم ريتشارد مارتل وعندك يي سونغ إلسيد. طبعا هذول هم المتعارف عليهم وأنهم الأقوى في الدفاع أو الهجوم بشكل عام. طيب، إذا رحنا للملحميين عندنا هنا سانتسو وموندوك هيرمان كوسونوكي. لو افترضنا مثلا أن صن هو الأساسي ونبغى نائب ثاني له، تقدر تختار أي واحد منهم عادي جدا، أو تقدر تختار بيلاجيوس جوان أوف أرك عادي جدا. تقدر تسوي تشكيلة كوكتيل. كيف يعني كوكتيل؟ يعني تحط مثلا ريتشارد ومعه صن مارتل موندوك يي سونغ هيرمان، جدا عادي. ففي أكثر من تشكيل، يعني مو بس هذه، لكن أنا الحين أوريك الفكرة أنه تقدر تستفيد من مهارات القادة الثانيين عادي جدا. وصلت الفكرة أتوقع الآن، ما يبغى لها أي تعقيد، كل شيء واضح. اقرأ المهارات، اقرأ شجرة المواهب، انضم معنا في الديسكورد يا أخي، علشان إذا أشكل عليك شيء ولا أي مسألة نقدر نساعدك سواء أنا أو غيري. وفي ما شاء الله ناس فاهمين اللعبة صح، فانضم معنا، تلقى الرابط تحت. أنا ترى ببذرك كل شوي بالرابط حتى تنضم وتستفيد، بحيث أي سؤال يكون عندك يجاوبونك الشباب هناك. ننتقل للي بعد الحين، قادة الاحتلال. هذا الموضوع أثار جدل بين اللاعبين، من هو الأفضل، من هو الأقوى. لا والله هذه شجرة ضعيفة، لا والله مدري إيش. من واقع خبرة ومما رأيت أن القادة المتخصصين هم الأقوى في هذا المجال. واضح الكلام الحين؟ أنت إذا لاعب ما تدفع فلوس يا بني آدم، لا تلعب هذا الدور نهائيا. ما أنصحك أبدا، خل هذا الدور لمن هو أقوى، اللاعب الأقوى بالتحالف كذا، هي على بلاطة. اللاعب الأقوى بالتحالف واللي عنده أساطير، نعم، لا ينصح باستخدام القادة الملحميين نهائيا في هذا المجال. الأساطير فقط اللي عندهم مهارات فل، هذه لازم تحطها في بالك. شارك، نعم، لكن لا تلعب دور القائد، يعني لا تقود حشد ضد مدينة أو علم أو أيا كان، إذا كنت ما تمتلك قادة أساطير مهارات فل. هذه حطها في بالك زين. طيب، في ناس قالوا يا أخي محمد الفاتح هو الأفضل في هذه المهمة بهذه الشجرة، وهؤلاء اللي ينفعون معه اللي هم سيزر القيصر، يعني فريدريك هانيبال. ممتاز. طيب، خلونا نشوف المتخصصين في هذا المجال. مثل ما قلنا، إذا تبغى مشاة تروح مع قادة المشاة، إذا تبغى رماة تروح مع قادة الرماة، إذا تبغى فرسان عندك هؤلاء الثلاث، راح نفصل فيهم أكثر. لاحظ النصيحة تحت، أن يكون أقوى لاعب في التحالف، أن يمتلك قادة أساطير من هؤلاء مهاراتهم فل، من الأفضل أن يمتلك جنود المستوى الخامس، عدا ذلك سوف تخسر الكثير. هذه المعلومة والله العظيم لو تسمعها زين
راح تشكرني بعدين. طيب خلونا نشوف الفرسان. إذا تبغى تسوي حشد أنصحك بهذه الشجرة، تمام؟ لكن إذا كان تبغى تروح طبعا هذه من تصميم بيدا، الله يعطيه العافية ما قصر، حط لنا تصميم لجنكيز مع مينا. إذا بروح مع جنكيز خان ومينا كقائد ثاني، فهذه هي الشجرة المناسبة. أما إذا بروح مع تساو تساو فتكون بهذا الشكل. طيب لو بروح بالرماة بيكون هذا هو تصميم المناسب للرماة. في ناس يا أخي يقول لك لا أنا أبغاها أضرار عالية، ما في مشكلة عادي تقدر تروح بهذا الشكل نهائيا، يعني ما عندك أي مشاكل. طيب قادة المشاة، أنا أفضل أنك تروح مع هذه الشجرة وما تغير فيها أبدا إذا بتهجم طبعا. وهذه هي، وهذا كل ما يخص موضوع قادة الاحتلال. للأسف أن المفروض هي وظيفة الشجرة حق الاحتلال أنك تضرب المباني والأشياء هذه، لكن للأسف هذه يعني مشكلة المطورين نفسهم. قادة المشاة، خلونا نشوف منهم من الأساطير. عندنا ريتشارد مارتل ألكسندر، وفي قسطنطين، لكن قسطنطين يبغى له وقت حتى الواحد يفهمه صح. صن موندوك من الملحميين، ممتاز. لو بغيت أروح مع ريتشارد راح يكون بهذا الشكل. طبعا أي تصميم ينطبق على ريتشارد نفسه ينطبق على مارتل بحكم أن عندهم نفس المسارات. وضحت الفكرة؟ عندنا هنا تصميم من بيتا، بحيث إذا بغيت جيش المشاة عندي سريع أخذ مثلا مارتل، وبشرط يكون مع ألكسندر بحيث أني أستفيد من السرعة ومهارات ألكسندر اللي قدمها لي. طيب في حالة صن كأساسي أروح بهذا الشكل، وإذا بغيت أسبب أضرار عالية جدا فتكون هذا هو أو يكون هذا التصميم المناسب له. طيب في حالة موندوك هذا هي الحالة الوحيدة اللي أنصحك تروح معها إذا كان قائد أساسي، ممتاز. نأتي الآن إلى ثنائيات مثل ما هو موضح قدامك. لو كان موندوك أساسي، لو كان صن أساسي، لو كان مثلا مارتل أو ريتشارد أساسيين، اللي وراهم ينفعون معهم. طبعا هذه مجرد أمثلة، الآن في أكثر من كذا، لكن هذه هي الأفضل والأكثر استخداما. أنت لو تقرأ المواهب راح تفهم ليش، فهمت؟ ومثل ما قلنا القائد الثاني ما تهم شجرة المواهب اللي هو عليها، تهم المهارات اللي يمتلكها فقط. أنت إذا فهمت النقطة هذه خلاص راح تختصر عليك وقت في تركيب ثنائيات للقادة الأساسية، ممتاز. طيب إيش بعد عندنا هنا؟ خلاص خلونا نروح للرماة. قادة الرماة، ممتاز. عندنا من الأساطير يسونغ إلسيد، ومن الملحميين هيرمان كوسونوكي، كلهم يشتركون في شجرتين اللي هي المهارة والرماة، فأي تصميم ينطبق على أحد منهم ينطبق على الكل. هذا هو التصميم الأول. أما الثاني فهذا هو مثل ما قلنا المهارة، تركيز على الأضرار العالية بهذا الشكل. لما نجي للثنائيات، طبعا إذا بغيت تحط قائد رماه مع قائد ثاني رماه ما في أي مشكلة عندك، وهذا الخيار المناسب. لكن في قادة ثانيين مثل هيرمان، لو بغيت أحط مع قائد ثاني ممكن أروح مع عثمان أو سن. يسونغ ممكن أروح مع مينا أو القيصر بهذا الشكل. طبعا أنا والله ماني متأكد من القيصر، لكن شفت كثيرين يستخدمونه فما أدري. إذا أنت جربت القيصر علمنا تحت في التعليقات كيف أداءه مع يسونغ. قادة الفرسان، ممتاز. خلينا نشوف ونبدأ مع الأساطير. عندنا جنكيز، وعندنا مينا تساو تساو، وصلاح الدين. خلينا نمسك تساو تساو.
عنده تصميم واحد اللي هو ينفع لاستخدامين، لضرب المزارع وللبربر بهذا الشكل. هذا اللي ينصح فيه لتساو تساو، يمتلك سرعة خارقة مع هذا التصميم. طيب في حالة صلاح الدين، طبعا هذه هي من تصميم بيدا، ينصح فيه مع تساو تساو بهذا الشكل. مع مين؟ مع تساو تساو. طيب ميناموتو عنده ثلاث أشكال. الشكل الأول هذا هو اللي قدامك، هذا الخاص بالبربر. أما الثاني خاص بالفرسان، وأما الثالث خاص بشجرة المهارة اللي تسبب أضرار عالية. طيب خلينا نشوف خان. عندنا هنا تصميم من بيدا يقول لك إذا بتروح مع مينا تختار هذا التصميم، أما إذا بتروح مع تساو بتكون بهذا الشكل. طيب ثنائيات الأساطير هذه هي، يعني تقدر تختار زي ما تبي. طبعا هذه كلها أمثلة، أنا أعطيك أمثلة، أرجع أقول أمثلة، لا حد يعني يجيني بعدين يقول لك طيب ليه ما حطيت فلان فلان يعني عنده مهارات كويسة. هذه مجرد أمثلة، يمكن في هناك قائد سقط يعني مني سهوا. فهذه هي الفكرة الحين، أنها توصل بحيث أنك تستفيد من مهارات القائد الثاني ويفيد جيش الفرسان وقائد الفرسان الأول. طيب خلونا نشوف الملحميين. عندنا هنا بيلاجيوس، بيبرس وبيلاساريوس. بيبرس وبيلاجيوس يشتركون في شجرتين اللي هي المهارة والفرسان، فنفس التصميم راح يكون، هذا هو للفرسان اللي أمامك. أما للأضرار العالية مثل ما نقول ألف مرة روح مع شجرة المهارة. وبيلاساريوس نفس استخدام تساو تساو، ما تعتمد عليك قائد أساسي، تعتمد عليك قائد ثانوي أساسي في حالة واحدة أو حالتين. خلينا أقول إذا بتصيد مزارعين يجمعوا موارد بحيث أنك تستفيد من شجرة السرعة اللي عنده، أو في ضرب البربر، بيكون هذا التصميم لاستخدامين. طيب في الثنائيات قلنا مثل يعني بيبرس وبيلاجيوس هم الأساسيين، تقدر تحط معهم هذه التشكيلات عادي جدا. في أكثر من كذا، والقادة الأساطير الفرسان ينفعون كذلك، يعني ما هو عيب أبدا، كلهم يضبطون معهم عادي. فأنا أوريك فكرة الآن. إلى هنا نصل إلى نهاية المقطع. أحب أشكر بيدا على مساعدتي لي في بعض الأمور، وكل اللي ذكرته لك الآن وكل الصور اللي استعرضتها لك بالتصاميم بكل شيء تلقاه تحت في الرابط، انضمعنا في الديسكورد، بتلقى السيرفر بهذا الشكل وتجد قسم مواهب القادة مثل ما هو موضح لك في الصورة أمامك. ويعطيكم العافية، ما قصرتوا على الدعم الطيب، ونراكم على خير، وانتظروا الحلقات القادمة بإذن الله. في أمان الله.